التسول بين النساء والأولاد بالشارع. والله هاي الظاهرة غير حضارية طبعا، وأغلب العالم اللي تطلع ظاهرة التسول أنه يعني متخذيها كعمل، مو أنه محتاجوا هذه مهنة ما أخذيها. تحسون مضايقة عندكم بالشارع لما تطلعون ويتعرضوا لكم؟ والله مو كل الأحيان، أكو ناس بيهم صحيح محتاجوا هاي، أكو ناس لا والله مبين من شكله أنه مو. طيب تشوفه صار الموضوع تجارة؟ تقريبا يعني 90% 80% انه تجاره. اكثر المواقف اللي تعرضتوا لها بشارع او بمكان مثلا؟ والله ما متعرض، بس يعني اللي يمسحون الجام اللي اي لا لا عادي يمسح الجام و... اي ما لا ظاهره يعني ما شفنا اي تجاوز من عندهم، بس هو مبين انه ظاهره غير حضاريه. شلون نشوف ظاهره التسول المنتشره بالشوارع بين النساء والاولاد؟ والله حيل يعني هذه بالشارع، يعني اذا مثلا ما تطي لو يذب عليك شي موي لو طابوقه. اي شوفها ظاهره غير حضاريه. غير حضاريه صح. زين تشوف انه البعض من دون يعني ما محتاجين تجاره صارت؟ صح اكو بيهم ما محتاجين اكو لا. زين موقف تعرضت له ضايقك؟ والله في البر هم ما طيت ما عندي خرده ذب عليهم موي. شلون نشوف ظاهره التسول المنتشره بالشوارع والتقاطعات من قبل النساء والاولاد؟ طبعا مو خوش شغله هاي مالتها، يعني هاي اصلا معيبه، خاصه مثل بلد العراق، هاي اصلا مو خوش، نستنكرها بشده هاي مال التسول. اي والله. زين نشوف اللي طالعين دا يتسولون هم محتاجين فعلا لو اكو جماعات تديرهم؟ اكو طبعا اكو جماعات تديرهم، واكثرهم هم نشاله حراميه، لان صارت ببعض الاحيان مالتنا بيت شويه مفتوح باقوا البيت وطلعوا هم نفسهم المتسولين. اي نعم. زين موقف انت تعرضت له؟ والله انا تعرضت الموقف في يوم من الايام، انا طالع امشي، بس هاي قبل كم سنه اجى واحد طبق علي بسياره حديثه، قال لي هاي جنازه متعطله والسيد ميت، ما حد الاجنازه متعطله، وراسا شلت فلوس وطيته. فتره من الفترات نفس الشخص ونفس الولد شاب يعني مرتب وهاي، نفس الشخص هم قضيته. قلت له اقول لك انت اذا انت ناسين انا ما ناسيك، انت لزمت منيده؟ قلت له انت مو ذيك المره هالشكل تقول له هم جنازه يوميه قابل الجنازه، خله وشرد. يعني هو متسول؟ اي طبعا متسول او يتاجر بهالشغله هاي، مكثرهم يتاجرون.